درس التلميذ العلمي. في البداية، ماذا أقصد بالتلميذ العلمي؟ هو طريقة كتابة الأعداد في الغالب تستخدم في الفيزياء، وهذه الطريقة تكتب بها العدد بفاصلة وعشرية فاصلة قبل عدد واحد فقط مثل هذا العدد، نضع فاصلة على يسارها فقط عدد واحد مثل السبعة، ونضربها باستخدام العشرة، عشرة بقوة أسس سالبة أو موجبة. مثلا هذا 12.3 ليس تلميذ علمي، يجب أن يكون قبل الفاصلة عدد واحد ليس صفر، ومن المهم أن يكون ليس صفر. مثلا هنا 0.67 ليس تلميذ علمي، يجب أن يكون بهذه الطريقة 6.7 وأضربه بعدد 10، لكن 10 من الممكن أن تكون بأس سالب أو موجب، سنشرحها الآن. لدينا فكرة وهي تحويل الصيغة القياسية إلى تلميذ علمي. هذا عدد 73829، لاحظوا حركت الفاصلة من أقصى اليمين إلى العدد 7، يجب أن يكون لديك عدد واحد فقط في جهة اليسار، يصبح 7.3829. وبما أنني حركتها 4 خانات باتجاه اليسار يصبح موجب 4. طبعا هذا العدد كان أكبر من الواحد، فلذلك الأس بها موجب. دائما تحريك الفواصل باتجاه اليسار نضيف أو نجمع للأسس أعداد موجبة. هذا عدد بصيغة قياسية 1089.32 وجزء من 100، يجب أن نحرك الفاصلة إلى عند العدد واحد، فقط عدد واحد باتجاه اليسار. لاحظوا حركتها 3 خانات باتجاه اليسار، يصبح العدد 1.8932 جزءا من 10000 ضرب 10، لكن أس كم؟ أس 3، لأنني قمت بتحريكها 3 خانات. عد الخانات التي أنت حركتها ليست التي هي موجودة بها، ولاحظوا عندما نحرك نسحب إلى اليسار يكون الأس نضيف أس موجب، لكن هذا العدد 0.356 جزء من مليون، يجب أن أقوم بسحب الفاصلة باتجاه اليمين إلى عند العدد 3 فيصبح 3.56. طبعا هنا أقوم بكتابتها أيضا باستخدام الأسس أو العشرة قوة، لكن هنا الأس سيكون سالب لأنني سحبتها باتجاه اليسار، وهناك ملحوظة أخرى حتى لا نترى يحدث هناك خطأ. العدد الأول والثاني كانت أعداد أكبر من العدد واحد، الأول 73000 الثاني 1000، أعداد أكبر من الواحد سيكون الأسس بها موجبة، لكن العدد في الأسفل 0.356 جزء، هذا عدد أصغر من واحد فسيكون الأس بها سالب. الآن الفكرة الثانية، التحويل من تلميذ علمي إلى صيغة قياسية. العدد الأول والثاني مكتوب بصيغة علمية أو تلميذ علمي، نحولها إلى القياسي. كيف؟ نقرأ الأس. الأس في الأول 10 أس عدد موجب، موجب 5، فإذا كان الأس موجب اسحب فاصلتك باتجاه اليمين 5 خانات. كيف أقوم بسحبها؟ الفاصلة هنا عند العدد 6، حركها باتجاه اليمين 5 خانات، 1 2 3 4 5، وهذه الخانات الفارغة قم بوضع أصفار بداخلها. طبعا الفاصلة في أقصى اليمين الآن ليست لها قيمة، فقم بحذفها، فالإجابة هنا 670000. الأس في السؤال الثاني سالب، فتقوم بتحريك فاصلتك باتجاه اليسار 1 2 3 مرات، والخانات الفارغة أيضا نقوم بوضع بها صفر، لكن على يسار الفاصلة دائما يوضع عدد صفر إذا لم يكن لديك أي عدد. وهذه صيغة قياسية للعدد 39 جزءا من 10000. الآن باختصار، عند تحويل التلميذ العلمي إلى قياسي، إذا كان لديك أسس وتحولها إلى أعداد قياسية، إذا كان الأس موجب حرك إلى اليمين، أما إذا الأس سالب حرك إلى اليسار. أما في العكس، من قياسي إلى تلميذ علمي، إذا قمت بتحريك الفاصلة باتجاه اليسار يجب أن يكون الأس لديك موجب، أما إذا حركت الفاصلة باتجاه اليمين يجب أن يكون لديك الأس سالب. لدينا مجموعة هذه الأسئلة. في السؤال الأول نريد التحويل إلى صيغ قياسية، ننظر فقط إلى الأس. الأس الأول موجب، فحرك فاصلتك باتجاه اليمين، فالآن عند تحريكها باتجاه اليمين، طبعا هذا العدد هو 100000، بتحريكها باتجاه اليمين يصبح لديك العدد. لاحظوا كيف نقوم بتحريكها 1 2 3 4 5، وكل خانة فارغة ضع بها عدد صفر، هنا صفر وأيضا هنا وهنا، إذن الفاصلة أقصى اليمين ليست لها قيمة الآن، فالعدد فقط هو 742000. لكن في السؤال B الأس سالب، إذا كان الأس سالب قم بتحريك فاصلتك باتجاه اليسار، هذا تلميذ علمي، ستحوله إلى صيغة قياسية.
الآن بما أنه سالب حركها باتجاه اليسار خانتان لأنها سالب 2 1 و2 ونضع بكل مكان فارغ عدد 0. وطبعا دائما على يسار الفاصلة العشرية لا نتركها فارغة، نضع 0 إضافية، فهذا العدد 61 جزءا من 1000. السؤال C هو نفس السؤال A، الأس موجب، فإذا تحريك الفاصلة باتجاه اليمين لكن يختلف مقدار التحريك، هنا سأحرك فقط خانتان، فالإجابة 371 وأربعة أجزاء فقط، هذا الجواب. هنا الأسئلة صيغ قياسية نحولها بتلميذ علمي أي باستخدام العشرة أس قيمة. السؤال E والسؤال F أعداد أصغر من الصفر، فيجب أن أحرك باتجاه اليمين وأضيف أس سالب لأنها أعداد أصغر من الواحد ليست صفر. لكن السؤال D عدد أكبر بكثير من الواحد، فسأقوم بسحبها باتجاه اليسار. عد كم مرة أنت قمت بسحبها، فلاحظ أنني سحبتها أو حركتها 7 خانات، فلذلك 1 و 14 414 ضرب 10 أس موجب 7، حركتها باتجاه اليسار فنضيف موجب 7، وطبعا هذا العدد كان أكبر من الواحد فلذلك يجب أن يكون الأس موجب. هنا كما ذكرنا هذا العدد أصغر من الواحد، وأنا سأقوم بتحريكها إلى اليمين إلى عند العدد 8، يجب أن يكون فقط على يسارها رقم 1 8، و76 جزءا، فحركتها 3 خانات تصبح ضرب 10 أس سالب 3. ما معنى 10 أس سالب 3؟ أي أنني سأقوم بالقسمة على 1000. هذا السؤال ترتيب من الأصغر إلى الأكبر. عندما تقوم بالترتيب أو في البداية تأكد جميع الأعداد مكتوبة بصيغة تلميذ علمي أكيد، فلذلك ننتقل إلى الأسس. نبدأ بما أنه ذكر لي الصغير، نبدأ بأصغر الأسس وهي 10 أس 5. فلدينا عددان بهم 10 أس 5، نختار الأصغر وهو 7 ليس 9، 7.21 هو أصغر شيء. ففي البداية كما ذكرت ننظر إلى الأسس ثم الأعداد، لكن يجب أن يكون جميعهم بتلميذ علمي، وطبعا هذه الأعداد كلها تلميذ علمي. أنتقل إلى الأس التالي وهو 10 أس 6، 1.3 أقل من 2.2، فهذا هو الترتيب من الصغير إلى الكبير، إذن بوسطن، واشنطن، لاس فيغاس، لوس أنجلوس. المسائل التالية بنفس المسائل التي في السابق، مثلا هذا السؤال نريد تحويله إلى صيغة قياسية، وبما أن الأس موجب حرك الفاصلة إلى اليمين 5 خانات. كتبت العدد من جديد لأستطيع التحكم بالكتابة بشكل أفضل، 2 3 4 5، وكل خانة فارغة أضف لها 0، فلاحظ هذه الفاصلة في أقصى اليمين ليست الآن لها أي قيمة. أما العدد أو السؤال الثاني الأس سالب، فلذلك ستقوم بتحريكها إلى اليسار، طبعا أحركها 4 خانات لأنها سالب 4. أعيد الكتابة أفضل ونحرك الآن 1 2 3 4، وأقوم بإضافة 0 في كل خانة فارغة، وطبعا على يسار الفاصلة يجب أن تضيف 0 أخرى. لكن هنا المسائل بالعكس، هذه صيغ قياسية حولها إلى تلميذ علمي. السؤال الأول عدد أكبر من الواحد، فسيكون الأس أكيد موجب لأنني سأحرك باتجاه اليسار، الفاصلة سأسحبها إلى اليسار، سيجب أن نحركها إلى العدد 8. هنا ليس لدي فاصلة، أضعها في أقصى اليمين وأقوم بالتحريك، 6 7 8 9 خانات، فلذلك 7.785 لم أكتب الأصفار لأن ليست لها قيمة على يمين الفاصلة، ضرب 10 أس موجب 9. أما السؤال الرابع كان عدد أصغر من الصفر، 0.524 أصغر من الواحد عفوا، فستكون الأسس به سالبة. هذا السؤال أيضا ترتيب من الصغير إلى الكبير، وكلهم مكتوبة بصيغة تلميذ علمي. أبدأ بالأسس، ننظر إلى الأسس، لدينا أصغر شيء 10 أس 6، ثم 10 أس 7، ولدينا 12 أس 10، فالصغير من المنطق هو 10 أس 6، ف7.15 ضرب 10 أس 6 هو أصغر شيء، ثم يليه 10.7 أي أو 10 أس 7 عفوا، 1 و6 أجزاء 10 أس 7. ولو أدخلت هذه الأعداد بالآلة الحاسبة والعشرة أس موجودة في الأسفل ضرب 10 6، هذا العدد هو 7,150,000. أما العدد الثاني وهو 1 أصلا، لكن عندما ضربته بعشرة أس 7 أعطاني 10 ملايين، فإذا هو الأكبر. طبعا الأعداد الأخرى ستكون هي الكبرى، لكن نبدأ بالأصغر وهو 1.12 أصغر من 1.22، ننتبه هل هو يريد الصغير أم يريد الكبير. المسائل الأخرى في التمارين الإضافية والتمارين الذاتية مسائل مكررة بنفس الطريقة لكن باختلاف الأعداد،
لكن هذا السؤال سأقوم بشرحه شفهيا. هذه الخلية النباتية، خلية نباتية قام بقياسها باستخدام الكيلومترات، 1.3 ضرب 10^8، عدد صغير جدا. عندما أضرب ب10^8 أي أنني قمت بالقسمة على 100 مليون. هل الأنسب أن أقيسه بالكيلومتر أم المليمتر؟ طبعا العدد الأول والثاني أعداد متساوية، لأنني عندما أقوم بالتحويل من الكيلومتر إلى المليمتر أضرب بالمليون أو 10^6، المليون هو نفسه 10^6، وعندما أضرب ب10^6 مع 8 يتبقى لديك 2، فهذه أعداد متساوية 100%. لكن من الأنسب لقياس خلية نباتية؟ طبعا الخلية النباتية من الأفضل أن أقوم بقياسها بالمليمتر، فسأختار وحدة المليمتر. إذا كان لديك السؤال تقوم بقياس أشياء كبيرة اختار الكيلومتر، لكن بما أنه وحدة صغيرة اختر المليمتر.